مشاهدينا، اهلا بيكم معانا ولقانا بيتجدد معاكم يوم جديد وصوت الناس. في البدايه خليني افكر حضراتكم بمواعيد البرنامج الجديده اللي هتكون الاربع والخميس من 4 لـ6، بداناها معاكم الاسبوع اللي فات ومكملين معاكم في المواعيد الجديده الاسبوع ده. النهارده هيكون معايا ومع حضراتكم فقرة مهمة جدا، هيكون فيها ضيفنا دكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، هيرد فيها على كل تساؤلات المواطنين اللي هتكون بخصوص إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية. هنتابع معاكم حل المشاكل اللي بيواجهها المواطنين في البطاقات او التعامل الالكتروني بشكل عام مع اي حاجه تخص وزاره التموين. هنكون التليفونات كمان مفتوحه مع حضراتكم على مدار الحلقه، هنستقبلها على 1415 او اي رساله على نفس الرقم 1415. لكن في البدايه طبعا زي ما حضراتكم متعودين خلينا نبدا معاكم بمجموعه من ابرز واهم الاخبار، وبعدين هتكون في الفقره الثانيه ضيفي الكريم ينضم لنا. الخبر الاول معانا النهارده هو التقاء الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع والانتاج الحربي، عدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني. بدا اللقاء بالوقوف دقيقه حداد على ارواح شهداء الوطن الابرار اللي بيضحوا بارواحهم دفاعا عن امن مصر وشعبها العظيم. نشوف جزء من التقرير ونرجع لحضراتكم كامل اخبارنا، اتفضل. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم. ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره لتضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت وستظل بإذن الله الدرع الواقي للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة. وأكد القائد العام أن استراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية وتوفير المناخ الآمن لمخططات التنمية الشاملة للدولة بكافة ربوع مصر، مشيدا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في شبه جزيرة سيناء. كما شدد القائد العام على ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، مشيدا بالروح القتالية لأبطال القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة للدفاع عن أمن مصر وسلامتها. وأدار القائد العام حوارا مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشيا وإداريا واجتماعيا. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.